هذا الكونتاكت على اذاعه ايت راديو. نعيطوا معكم اللي بغيتوا، اللي حبيتوا نعيطوا لي نعيطوا ليه، وتقدم مع الامور تصح مع الامور، يكون كل شيء بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله. عبد الرحمن شخبارك، كل شيء بخير؟ صباح الحمد لله. مرحبا خويا، بتعيط لسلمى. سلمى هي مرتك؟ افكتيفمون. ولا كانت مرتك؟ لا مرتي، بقى مرتك ومازال مرتي. واخا خويا الله يكون بخير الحمد لله. 3 سنين ديال الزواج وهذه واش باش حابش تخاصمتوا 3 شهور؟ المهم في لافان ديال لو موا سات فهمتي، لا دوموندي لو ديفورس لو 29 سات. واو سي بون فهمتي، ما خرجتش من الدار حتى لو موا لافان ديال لو موا. وي تما تقطع الكونتاكت بينات. هي خرجت من الدار ومشات طلبات الطلاق وهادشي كامل. افكتيفمون. علاش؟ شنو وقع؟ المهم جوستومون فهمتي كان فهمتي كان مشات شي سفر على برا. اييه. وانا ما كنتش كونتخ هذاك السفر وكنت ما مرتاحش ليه اصلا. صراحة فهمتي لي شارج فينونسيي والمشاكل فهمتي كارن كوبل يلاه بادي يلاه ديباسينا فهمتي دو زون هي عايشة في قنيطرة وانا عايش في طنجة والسيكتور فهمتي اللي خدامين فيه حنايا شوية فهمتي ستريسون. صافي المهم بليز اون موان فهمتي ما وصلناش واحد لا كانال دو كومينيكاسيون. واخا صافي ترونات كيما تنقولوا ترونات وفهمتي من طحنا في المشكل. صراحة كنت انا ديك تاع كونفينمون مع الصاب وكذا وداك الشيء وانا فهمتي انا ماشي جو فو بروندغ لو ديفورس انا بحال بغيت نقول فهمتي زعما حيت عارف اني كنبغي هذا بغيت تعرف كيف انه فهمتي بغيت نقول لها شوف راه انا راه شتي انا ما كنتش كتبغيني ما بغيتيش نمشيو انا وياك نزيدو القدام اون فونس بيغ لو بيان ديال فهمتي ديال لو فوي ديالنا سي بون. ولكن اون كونتر ميزور في لو فون ديالي انا ما بغيتش داك الشيء انا غير بحال كتقول بغيت ربي فهمتي. ولكن شي مانيير اللي كانت فهمتي ما مسلكاش واخا درتي شي زعما بغيتي تلقي بغيتي تلقي سيري الطلاق انتيا. لا 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 ما وصلتش مع هذاك النيفو. انا قلت لها يلا نمشيو عند لافوكا وكذا وهادي ونمشيو نطلقوا وكذا وداك الشيء صافي نبيل عليه السلام. هي تبارك الله عليها هي تبارك الله عليها كانت مثبته عليا كاريمون ما بحال ما تسوقاتش لي قالت هذا فهمتي راه كيهضر عاوتاني تعصب كذا هادي خليه على خاطرو. بون فهمتي واحد الليله كانت اختها في الدار وجيت انا فهمتي دماغي فخون وقلت لها فهمتي قلت لها شنو دابا واش انا نبقى بحال هكا. هي فهمتي خلاتني فهمتي جالس في الدار بحال الحمق ما جاريف با فهمتي ابارلي افيك وما كتجاوبنيش كتنخني كيف انا نمشي فهمتي بحال بغيت نبروفوكيها تما طرا الشوك طرا شي كاتاستروف طولت يديها طولت يدي ومشينا فهمتي ديك الساعه فهمتي جاو الوالدين ديالي عيطات ليهم جات ما صافي ميم با لو 27 طرا المشكل بالليل لو 29 دوموندات لو ديفورس مي ابخي بقات في الدار فهمتي بحال كنقولوا فهمتي بقيت نقول واه فهمتي صافي وبرد عقلك وكذا داكشي صافي بدينا كنتكالما وبدينا فهمتي ديك العباره ديال صافي مشيت واحد السيمانه انايا مشيت سافرت لقنيطره مورا جيت رجعت للدار بدينا كن صافي بدينا بديت كنحس فهمتي داك العلاقه عيقت انا راه عيقت وهي حتى هي فهمتي عرفات راه راه عيقات شويه خايف فهمتي قالت لك غايجيو دارنا عندي فهمتي بوندون 4 جوغ جاو دارهم فهمتي المهم بقاو بروفوكيني فهمتي انا جاتني دي بروفوكاسيون فهمتي بنادم تصور معايا ايماجين كتحل الباب ديال دارك كيقول لك شنو مدام السلام واش انت كنقولوا فهمتي انا عبد الرحمن انا لي مو اكستيريو واش انت واش انت وزيد انت هادشي كتعاود لي دابا هي بلوكاتك من جميع النواحي دابا من بعد ما طلبات الطلاق فهمتي مسكين حتى شي كان شنو ايماجين خيمومو انا فهمتي نقول لك واحد القضيه انا فهمتي دوريجين عروبي فهمتي صعيب نكبرك على الكرامه ديالي باش انني نمشي نهضر مع شي واحد ميم سي كو صافي فهمتي قلت انا فهمتي من ما نكونش ظلام ما نظلمهاش وما نظلمش راسي ما نظلمش هاد الغولاسيون هادي غادي نمشي وغادي نوقف حدا حدا دار صاحب تاعها وكنتسنى حتى جات الوظيفه. المهم ما بغاتش تهضر معايا الا في واحد المنظر شي قالت لي تو بارتي سينون سي جو تابيل لا بوليس لا بوليس وقدام العفاف كذا وهادي فهمتي وحيت اصلا انا ضربتو ضربتو باليدين ضربتو ضربه لا ديك الضربه باليدين كانت فهمتي في المواسات من جاو دارهم وقعت مواسات موا 18 وقعت اخويا وقعت انا عيطت للبوليس انا عيطت للبوليس انا درت واحد لافوط عيطت للبوليس فاش ضربتو لا مورا في المواويد عيطت انا للبوليس عيطت للبوليس ما جاوتش ما وقفتش معنا هي اختها فهمتي 4 جوغ عندنا في الدار قلتو في الدار الكاتخيام جوغ تنجي كنلقى على غفله كنلقاهم كيجبر لي حوايجها كيجمعوا فهمتي المواعن ديال الدار كذا فهمتي وكنمشي كنقول لهم اش كديروا زعما فهمتي راه ما عندكمش الحق كل واحد ما عنده الحق يقاس التريتوار صوف انا ولا هي راه ماشي معقول زعيت البوليس فهمتي لا بروفوكاتني ما صاحبي بروفوكاتني ما بقيت كتهرس في واحد السكيل انسان واحد القراعي كذا وداك الشيء ستراسي غادي نستقدر شي زغله فهمتي ما نقدرش كونترولي راسي عيط لابوليس ماشي باش نخرجهم ماشي باش باش كذا باش باش نلقى شي واحد بيني وبينهم خايف من الرياكسيون ديالي الرياكسيون اللي درتها المرض عيطت البوليس باش تخرجوا من الدار عيطت البوليس باش تخرجوا من الدار
لكن ولا ما عيطش لابوليس اللي خرج من الدار. لا 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 عيطت لابوليس باش يوقف ستوبي هذيك لي موراج. تراسي رغبة انا واش ما كيجمع حوايج وانا نقول عافاك عافاك راه يمكنش ما يمكنش عطوس دابا داكشي اللي كيجمعوا داك يجمعوا الحوايج ديالكم بجوج داكشي شاري انت يا اللي شاريها هي ودخلت داك الحساب ديال شكون اللي شاري شكون اللي غيدي شكون اللي يخلي كيفاش غدير. نقول لك واحد القضيه فهاديك فهاديك لانستون تي انا والله ما عندي منين الماتيريال منين الحوايج منين شي حاجه اللي ما قدرتش ندير هو انني نقول انا قلت لهم لا واش ما كاينش كاع الخير بيناتنا واش بان لكم غير لا ديفورس ودخل غير بخيط بيض وايماجينا صاحبي انا راه فهمتي وليت كنمشي كنقلب على اي واحد نمشي نعاود ليه كذا وداك الشيء فهمتي فاختك فهمتي واحد الوقيته انا فهمتي انني كاع نقول وصلنا ولكن ماشي حتى لديك الدار. عبد الرحمن واش دابا نتايا واش متاكد انه بغيت تعيط لها؟ سيغ سيغتو سيغ. نقول لك علاش؟ علاش؟ شي كواك سو سوا فهمتي داك الشيء كامل اللي طرا اشاك جور اشاك نويت كنكون في الدار وحق الله العظيم كنهضر معاك اون بلان كونفيونس كنحس براسي فهمتي جون لي بوزوان ديال ماشي كاستيون ديال كاستيون ديال وين داكشي في السما داكشي ديال في الدرب ما عرفتش واخا عبد الرحمن نعيطو دابا نعيطو دابا نعيطو السلمى نتمنى لو تقبل تهضر معايا قدام الجميع. الو سلمى يا سلمى سلمى شخبارك كلشي بخير؟ صحة لاباس؟ لا طيب أمور هانية الحمد لله معاك مو عرفتيني؟ أهلا سيمو وسلام مرحبا العائلة بخير فما الله الحمد لله بخير صحة الحمد لله الله يحفظك. لا سلمى راك معنا في الكونتاكت كاين واحد السيد معيطنا ولا عطانا التليفون ديالك بهضره ما قدم الجميع قدم الملايين المستمعين المستمعات واش ندوزو ليك ما تعرفيش شكون انا نقول لك شكون اسمح لي ما بغيتش نهضر معاه ما كاين حتى مشكل عرفتي شكون ما كاين مشكل لا عندك الحق الكامل انك تقبلي ولا ما تقبليش المكالمه واخا ميرسي بوكو الله يعاونك سلمى شكرا لك يلاه بون جورني ميرسي لاختكم مرحبا مرحبا لالا مرحبا انا نقول لك كنت متوقع ما غاديش تهضر معاك ديال شاب حيت عبد الرحمن شي واحد قال لي انت كتقول لي كتفكر فيها بالليل عادي جدا لانه هذا الشيء هذا الشيء مش بعيد ماشي كاستيون ماشي كاستيون فهمتي بدينا فهمتي شنقول لك بحال كاع ولاد الشعب فهمتي نزار وعشنا فهمتي دي مومون شنو نجيك الصراحه لا صراحه نقول الصراحه خلينا نقول لك انا عبد الرحمن عبد الرحمن خلينا نقول لك الصراحه انايا هادشي اللي عاودت لي اخويا هادشي معناته انه خسرات داكشي كاع كامل الزوين كامل اللي كان في العلاقه ديالكم كله خسر تبيريما كامل انكم توصلوا توصلوا لليدين ان امها اختها يجوزوا الحوايج انه انت تعيط البوليس ان دروينه كامله ان تصدع كامل ناض معناتها انه العلاقه بيناتكم خسرات صافي خسرات كما كنقولوا حرامت صافي العيشه حرامت بقى فهمي دابا تفرضوا مثلا ترجع معها فرضوا مثلا انت عبد الرحمن ترجع معها دابا غدا مثال هي كي غدير مع امها وكي غدير مع اختها وهي كي غدير مع والديك عائلتك كي غدير لها غتعيشوا جوجكم الجزيره الوقواق غتعيشوا فيها بوحدكم بلا مجتمع بلا والدين بلا خوت بلا خواتات بلا صحاب بلا عائله وانت راه قلتيها فما قلتي انا عندي واحد الكرامه اللي ما كتسمحش ليا شي حوايج يداروا قدامي هادشي شوف صافي هادشي عطا الله اخويا عبد الرحمن هادشي عطا الله هادشي عطا الله هادشي اللي كاين صافي تلاقيتو دوزتو وقيته زوينه خسرات دوزتو اوقات خايبه عاوتاني في الحب حبيبي عبد الرحمن هادشي كيوقع الكراهيه كتكون في نفس النيفو ديال الحب الكراهيه كتكون في نفس النيفو المشاكل كيكونوا من قوه فهمتيني كونتخ لامو كنعيش عرق دابا الاوقات اللي كتعيشهم انتونس بجوجكم عشتهم حتى الخصام والمشاكل غتعيشهم انتونس داكشي واحد صافي يعرف ينسحب في الوقت المناسب وردك بيت وانت درتي عليك اخويا درتي عليك اخويا الله يسهل الامور حبيبي الله يفرحكم جوج انت وياها الله يحفظك ليا ميرسي بوكو لي يوريك بيت اخي مومو الله يحفظك الغزال هادشي كلشي شوف راه كلشي كيدوز عبد الرحمن كلشي كيفوت كلشي كيفوت حبيبي كلشي كيفوت اخويا دير معنا الكونتاكت عيطوا معاكم نجربوا معاكم مرحبا عيطوا انتم 05 30 300 هذا الكونتاكت عيطوا معاكم بغيتوا تعيطوا على شي واحد تصالحوا معاه تقدموا مع الامور عيطوا معاكم يكون خير امين واش بخير امين السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي مبارك فيما لا هاني الحمد لله الله يحفظك اخويا انت حاله مستعجله انت شاد الخصام مع اخوك بخاص مع اخوك شي حاجه بسيطه شو دابا الخصام بين الخوت دي مش حاجه بسيطه شي حاجه صغيره على سبه شي حاجه واخا اخويا شكرا ولكن راه المصاره كيضربوا في الكرش هادشي يطلع اييه هادشي اللي كاين شنو وقع بيناتكم مع يوسف اخوك السبب ديال خرج من الخدمه ندخلو تنزدي في شي قنت نتايا هادشي اللي تيتعا عليا هو تبر مني وتيتعا عليا دوز تجربه وعارف قلت لا غدير مستقبل خاص دير وهادي وهادي الحق وجات مع الوفاه تاع الوالده يلاه كملت 40 يوم الله يرحم اخويا الله يرحم اخويا البركه في راسكم امين شمعت بس الاميله ماتت والهضره مقطوعه بيناتكم لا هضرنا وتم شحال بقينا في
في الحدود اش خلاوها وليتو حدوديين حدوديين فهمتي قلت انا هو مصلحتي صراحه جن. ما كندخل شي خدمه ما تنديش ما تنطورش فيها والله يسهل الامور اخويا ان شاء الله تلقى الخدمه اللي ترتاح فيها واللي تعطي فيها الماكسيموم. نعيطو اخويا امين نعيطو حبيبي نعيطو ليونس اخويا يكون خير ان شاء الله. الام ديالكم الله يرحمها راه ما تبغيش هادشي الحدوديه اللي بيناتكم ما تبغيهاش ياك. نعيطو ليونس يكون خير ودوزو لك ان شاء الله يقبل يهضر معك قدام الجميع. يونس السلام عليكم. اش اخبارك كلشي بخير كتسمعني مزيان؟ كنسمعك. معك مومو عرفتيني؟ وي مومو في امان الناس اهلا بس بخير بس الله يحفظك اخويا بارك الله فيك. انا معيطك في الكونتاكت كاين واحد السيد اللي معيطنا باش عطانا التليفون ديالك باش عيطنا ليك بغي يهضر معك قدام الجميع قدام الملايين المستمعين والمستمعات. ندوزو لك قبل ما تعرف شكون ولا نقول لك شكون؟ قول لي شكون. امين خوك. امين امين ايه ندوزو لك مرحبا. الله يحفظك اخويا. امين هضر مع خوك. وي يونس. امين فين بخير؟ لاباس عليك شي مزيان؟ وبراس هذه روح مع الوقت. درتي شي عقل ولا مازال؟ احنا غاديين. العقل ينمو. العقل ينمو ينمو. العقل ينمو ينمو. شي مزيان؟ الله يبارك فيك. تيدير انت هاني؟ لاباس الحمد لله. تيدير محمد؟ لاباس صوتك خير ولا دير مع العماد يا مزيان؟ الحمد لله. سيدي نهار كبير هذا. ايوا نهار غليظ. بقى دابا كدورو خويا غير كدورو دابا فخا كدورو دابا كدورو بحال كدورو في شي حديقه دابا كدورو مع بعضياتكم ما دخلتوش تسامي الموضوع. يوسف اخويا بعدا البركه في راسك اخويا من جهه المهمه. انت معك باس الله يبدل المحبسه بالصبر يا ربي امين. امين راه شحنا اش وقع بيناتكم وراه حازبنا علاقه بعضياتكم راه شويه حدوديه هاد الايام هذه. انا ما نضنش على الام ديالكم الله يرحمها تبغي هادشي يكون بيناتكم وهو راه عارف وهو راه صحنا. ما كاينش شي حاجه اللي عائليه ولا شي حاجه اللي خايبه الله يستر غير هو كان عليه هو راه هادشي قال فهمها راه عارفها هو على صلاحته على شخصيته هو صافي ما بغيش يمشي بهذيك الطريقه. واخا وحاجه اخرى يوسف يقول عليك انكم ما تهضروش مع بعضياتكم زعما ما تهضروش عادي مع بعضياتكم وما تقربوش وما تكونوش قراب بعضياتكم راه غيمشي ولا غيحل المشكل ديالو هو حالة زعما شنو ما فهمتش. دابا امين معيط لك باش يتصالح معاك وباش يطلب منك السماحه وباش يقول لك راه العلاقه بينكم ترجع كيف ما كانت وحس بك دابا انت وليتوا حدوديين وليتوا حدوديين مع بعضياتكم. لا الحمد لله انا ما شادني حتى شي حاجه يخيبوا انما على راسو انا كنت مقلق انا غنكون مرتاح غادي يكون مزيان الور انا ما عنديش باش غنبقى مقلق عليه ولا شي حاجه. ايوا بلا تقلق اخويا بلا تقلق اهبي بلا تقلق. امين اش بتقول لخوك يونس؟ تنوجه ليه تحية. هو تنوجه لي تحية يعني تيبغي ليا مصلحتي وشحال مرة تيدور فيا وهادي وفهمتي دابا انا شفت الام ديالي عاد زاد بغاني نوصل لشر منه هو فهمتي واللي بخير في حياتي ومبقى مطول في الخدمة وشحال من حاجة تيدور فيا انا مصلحتي انا ما تنتقبلش داك الشيء صراحة تنوت معايا وهادي وهادي ولكن هو تيدوى من مصلحتي حتى هو مجرب تجربة وتفرجني. دابا اسيدي قدام امو وهاد الناس كاملين اسيدي بينو وبين الصحة بيضاء اييه كاين حتى شي حاجه خايبه بيناتنا الحمد لله سيدي متسامحه ونتمنى داك الشيء اللي بغيت نشوفك فيه هادشي اللي كاين ان شاء الله خير خير حيت الوالده الله يرحمها مومو تنتوصينا على بحال حتى ما تسامحوا وتبقوا بعضياتكم مزيانين ما ديروش وهادي وهادي تنتوصين ستينا ايوا هادشي ما عطى الله فهمتي الله يدوم حبه خويا دات لي هادي ما تبقاوش فهمتي بقاو محانين مع بعضياتكم وهادي حاجه الام اهم حاجه الام الخوت بقاو مجموعين بقاو كيهضروا مع بعضياتهم ومتعاونين اخويا الله يسهل لك الامور اخويا امين تلقى ان شاء الله خدمه اللي دابا انت خدام امين ولا ما خدامش؟ لا ساعة مريح تنخدم في قهوه تنخدم بارمان اييه ودابا انا هنا في المدينه شوط زم قاعديه معيه هنا شويه ودابا تنقول نمشي للدار بدا نقلب ونبحث وانا مازال باقي شخلا باقي الله تنبحث عاوتاني. والله يسهلك امور اخويا تلقى الخدمه ترتاح فيها ان شاء الله بحول الله اخويا امين. ايوا الله يدوم الحبه بيناتكم الله يدوم الحبه. يوسف اخويا مشرفين اخويا الغزال. شكرا مومو مومو كتشكرك بزاف. مرحبا اخويا مرحبا مرحبا الغزال امين قول لي نوجه واحد النداء لك انت مومو انت ديما معنا انت في الصباح تفيقنا الله يحفظك وتتعجبت واحد بنت الاخ ديالي صغيره الله يحفظك البرنامج ديال شكون اللي تيفيق كل صباح مومو سلم عليها بزاف سلم عليها الى كلها اخويا امين تنوجه لها نداء تحيه هي وتنوجه لمحمد ولد هذا الاخ ديالي يونس ومرته الله يحفظك اخويا امين وهادشي اللي تاين اخي مومو تنوجه لطاقم ايت راديو كله
الله يسر الامور. فهمتي الله يحفظك حبيبي. هادشي اللي تيربط العلاقه فهمتي تيدير المشاكل بين الناس ويدير العلاقه. بسم الله حبيبي اللي حشمنا خويا انا نبغي نشوفو كلشي فرحان ومصالحو بخير وعلى خير. ديروا معنا الكونتاكت مرحبا 0530 300 300 0530 300 300 هو الكونتاكت على اذاعه ايت راديو. شيماء شخبارك؟ سلام مومو لاباس الحمد لله كنا مزيان الحمد لله كلشي بخير مرحبا. شيماء بغيتي تعيطي للريضة؟ ريضة خطيبك؟ خطيبك خطيبي ودي سيمانة تبغى مخاصمين سيمانة ياك لاباس دابا المهم صراحة شوف هو صراحة ما كاينش شي حاجة اللي نشك فيه ولكن مؤخرا ولا فيا واحد الوسواس بزاف يعني دابا مثلا غير إذا دخلت قال غادي نعس ودخلت السوشيال ميديا مثلا انستغرام ولا فيسبوك ولا واتساب جبت في انستغرام فتح ولا شحال كنقول له كنا قلت لي عاد نعس العشاء ودوت لا واقف فتح ماشي كيقول لي يكون غير تدخل عندي تقول لي ريتا واش باقي خياط ما تصبح نجاوب الميساج حريضه وقلت لا يمكن كونيكسيو يمكن الواي فاي يمكن انستغرام تعطل باش ردني من دي كونيكتي هل اذا كنت خوك تثبت عليا انني بصح كنهضر مع شي واحد او ما خصنيش نهضر معاك ملي صوريت التليفون وما جاوبنيش المره الاولانيه كلام من حبه وقلبه ومؤخرا حتى دابا بحال يضغط فهمت يعني رجع كيعصبو يعني كيقول لي انا ما كنعملش شي حاجه وتينا ديما شاك فيا ديما خصني نبرر فين كنت وفشني عملت وفين مشيت وفين جيت وضروري خصني نبرر علاش انا ما كنجاوبش التليفون نبرر علاش انا كنت اونلاين وما جاوبتش قال لي وليت كنحسسي انني محاصر فهمت ولا وانا ما تعيقيش مع راسي داكشي وانا ملي جلست فكرت مع راسي جبرتي انني انا كنمرض اكثر ما كنمرض هو فهمت معلوم الوسواس يعني ايوا صراحه يعني كان عمري ما حصلت شي حاجه حقاش هو اصلا حنا ديزامي ديجا كنا ديزامي فهمتي يعني كنعرفو كيفاش عامل عاد باش دازت واحد المده ولينا اون غولاسيون وجا خطبني واخا انت خدامه انت يا شيماء انا خدامه وكتلقاي الوقت لهادشي ديري هادشي بقاي السيد دايره ليه تابعه ياك كتخدم ديري شويه مرتاحه دابا انت فاش كيعيط لك رضا واش كتجاوبي انت متقلوله دائما صراحه ماشي دائما ولكن صح زعما يعني عندي الوقت باش نجاوب فهمت ماشي دائما ماشي معقول العلاقه داروا باش الواحد يكون مرتاح ماشي باش الواحد يكون يعيش في ستريس والتوتر ولا بريسيون وداكشي اللي كيقول لي هو كيقول لي انا ما كنجمش نحس بك شكا فيا فهمتي كيقول لي هذا المجهود اللي كنعملو كامل كنحسو فيه كنضيعو ارتاحي ارتاحي مع راسك ارتاحي يا شيماء ارتاحي وريحي معاك رضا تا ونعيطو عليك كل خير ان شاء الله ودابا هاد الخصام ما فيها لا فسخ الخطوبه لا والو لا ولكن صراحة حسيت راسي بحال اللي زعزعت العلاقة ما بقيتش كيف كان هذاك النقير قود النقير ما مزيانش ما زوينش داك الشيء ماشي جميل عيطوا لرضا السلام عليكم رضا اش اخبارك كلشي بخير في امان الله كيف فينا مزيان الله يحفظك اخويا كلشي بخير الله يحفظك اخويا كلشي بخير الغزال بخير اخويا مرحبا مرحبا حبيبي رضا مرحبا اخويا الله يحفظك حبيبي معيطك في الكونتاكت كاين واحد السيد اللي معيطنا باش يعيطوا لك باش تهضر معاك قدام الجميع عرفتي شكون الحب واقيلا ياك الحب الحب سيدة قلتي معلوم سيدة يا تكون الوالدة يا تكون الزوجة الزوجة المستقبلية الزوجة المستقبلية ان شاء الله يا ربي انا كنحسب الحالية ماشي المستقبلية ايوا اخويا الله يكمل لكم بالخير اخويا امين اخويا الله ينورك ندوز عليك حبيبي هضري مع شيماء سلام رضا الحب اسمح لي بزاف على اخر حاجة عملتها ولي انا قصحت معك الهضرة بزاف وينو قلت لي ضغطتك مؤخرا الله يسامح احبك الله يسامح ما تبناوال بصح انا حسيت راسي اللي قلت لك مؤخرا بزاف وكثرت الاسئله وديت كل مره كنسقسك في الدار كل مره كتبرر شنو كتعمل وحشتني الشيطان كيوسوس الله يبعد علينا الشيطان امين اخويا الله يخزي الله يعلو يخزي الله يعلو يخزي اخويا صافي المسامحه لا صافي والله يسامح عزيزي المسامحه ماما بغيت نقول له قدام الناس كاملين انا كنبغيك بزاف لا انا كنحماق عليك احبك وبركه من نقير والله الله يسهل الامور الله يفرحكم جميع ديروا معنا الكونتاكت ممكن 05